هذا الانتهاك لسيادة العراق جاء عبر مفهوم التحاصص الحزبي والطائفي والكتلوي وتشتت رؤى ومفهوم بناء دولة مؤسسات في ظل هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد. صراحة نحكيها وبكل ما تحمله الكلمة من معنى وبلسان عربي فصيح، إنه موضوع الانتهاكات والضعف والركاكة اللي يشعر بها المواطن العراقي تجاه الدول الإقليمية والمجاورة والمتقدمة هي بسبب القائمين على إدارة البلاد ورؤيتهم لإدارة البلاد رؤية تحاصصية ذات منافع سياسية وشخصية هي اللي أدت لهذا الضعف. لذلك من خلال ما نطالعه وما نشاهده في العالم ودول العالم بأجمعها، عندما تتعرض أي دولة لانتهاك من قبل دولة أخرى يكون الرد حازم وصارم، وبمستوى الدولة وبمستوى موقعها الاستراتيجي وبمستوى قوتها في منطقتها. لكن الموضوع مختلف عندنا، والأمر يعني صراحة صار شبه الطبيعي لما نراه من القائمين على العملية السياسية بمختلف أديانهم وطوائفهم وقومياتهم. يعني موضوع مربك وصراحة موضوع يعني جدا جدا مؤلم لدماء العراقيين أن تستباح من قبل هذه الدول وبمختلف مسمياتها، ومهما كانت مصالحها في المنطقة أو في العراق ما من الممكن أن يتم قتل أبنائها بهذه الطريقة. هذا لا يعتبر البعض دفاع عن جهة معينة أو كتلة معينة أو حزب معين أبدا. هذا الدم العراقي من الممكن يحاسب القانون العراقي أو يحاسب المؤسسة العراقية، لكن ما من الممكن أن يرتضي الوطنيين والخلص والمعتدلين والمستقلين الحقيقيين الذين في الفريق الآخر الذي ينافي فريق الكتل والأحزاب والتيارات السياسية، ما من الممكن أن يرتضي هؤلاء أن يستباح الدم العراقي. وبهذه البساطة الدول الإقليمية والمجاورة والمتقدمة إذا كان عدها مثل هذه الحادثة من الممكن الدز على السفير الدولة المعتدية والسلمة مذكرة احتجاج، ومن الممكن أن تقدم مذكرة احتجاج لدى مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة وفق الضوابط والأعراف القانونية والإدارية داخل النظام الداخلي لهذه المؤسستين العالميتين الكبيرتين. وإذا كانت الدولة العربية من الممكن أن تستنجد باجتماع فوري وحالي لجامعة الدول العربية، لكن العراق وضع مختلف بسبب القائمين على إدارة حكومته بمختلف مسمياتهم وأحزابهم وكتلهم وتياراتهم. وهذا الموضوع لا أحد، أرجوكم رجاء، لا أحد يعتبره موضوع استهداف لحزب أو كتلة معينة أو شخص معين، إنما هو واقع ولازم نحكي بهذه الطريقة للمواطن العراقي حتى يشاهده ويعرف تفاصيله وما هي الخفايا وراء هذه الانتهاكات اللي يتعرض لها العراق بين الحين والآخر، تارة من قبل الجارة تركيا، وتارة قصف لمواقع في العراق، وتارة لتدخلات دول إقليمية ومجاورة. هذا كله يعزو لضعف العملية السياسية والقائمين عليها وضعف إدارة الدولة والمفهوم العام لإدارة الدولة اللي أصبح ركيك، وعذرا لهذا التعبير مع اعتزازنا واحترامنا لكافة القائمين على العملية السياسية، لكن هذا تصرف وإدارة ومفهوم هزيل وبالي الذي سمح لهذه الدول بمختلف عناوينها ومسمياتها، وما نستثني أي دولة، إلى انتهاك سيادة العراق وعدم الحفاظ على ثرواته وعدم الحفاظ على دماء أبنائه واستباحة دماء أبنائه. هذه طبعا موضوع، طبعا هذا موضوع يشغل الرأي العام وموضوع جوهري وأساسي، وحتى لا نتناساه مثل ما إجت بعد أحداث مهمة منها اغتيال الشخصيات المهمة في المنطقة.
صراحة يعني موضوع مربك وموضوع ينذر بمؤشر خطير تجاه مفهوم السيادة العراقية اللي نصت عليها المادة أولا من الدستور العراقي، ومثل ما ذكرناها لحضراتكم العراق ذات نظام جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي ذات سيادة. هذا موضوع ومفردة السيادة مهم جدا، وما من الممكن أن يتنازل عليه أي مواطن عراقي، وما من الممكن أن يسامح القائمين على العملية السياسية بمختلف ميولاتهم وأحزابهم وكتلهم وتياراتهم، لأنهم نتاج لهذه الحكومة ونتاج للحكومات السابقة التي تعاقبت على إدارة البلاد. يعني موضوع مؤلم جدا صراحة.